السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 2، هاخد منه جزئية الجرامر الخاصة بالدرسين lessons 1 and 2 بالدرسين الأول والتاني. جزئية الجرامر المرة دي هتبقى مقسمة لحاجتين، أو الفيديو النهاردة هيبقى منقسم لجزئين في الجرامر. الجزء الأول من الجرامر هناخد الصفات، الجزء الثاني من الجرامر هنتكلم عن both و either و neither و none و all of. تعال كده نشوف، نتكلم أول على الصفات. يلا بينا، بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة عندنا الصفات، طبعا احنا أخدناها قبل كده وتكلمنا فيها كتير. عرفنا إن لما أقول she is a beautiful girl يبقى إنها فتاة جميلة، يبقى دي بقول صفة عادية بوصف بها البنت بإنها جميلة. طب افرض قدامي بنتين أو ولدين أو ألمين، سواء أشخاص أو أشياء، ولكن عددهم اتنين، يبقى أنا بعمل مقارنة comparative ما بين الشيئين او الشخصين دول، فاسمها صفة مقارنة. يعني ايه صفة مقارنة؟ يبقى انا قدامي حاجتين بقارن ما بينهم، فبحط للصفة اي ار وبعدين زان. طيب قال لي ممكن كمان اضيف للظرف اي ار وبعدين زان. تعال نشوف المثال. My house منزلي is larger than hers، اكبر من منزلها. يبقى هنا ضفنا للصفة ايه؟ كانت هي فيها اخرها اي فضفنا لها ار وضفنا لها زان. طيب تعالوا كمان لو شفنا اللي هي اخرها واي كظرف، اتقلبت الواي بقت اي وضفنا لها بقت اي اي ار earlier than me. I go to work early، ذهبت للعمل مبكرا، but سليمان goes earlier than me، ذهب مبكرا عني. طيب افرض الصفة كبيرة، يعني ايه كبيرة؟ يعني عدد حروفها كبير، بنسميها طويلة المقطع. هنضيف لها اي ار ونكبرها اكتر ما هي؟ لا، امال هنعمل ايه؟ هنضيف لها قبلها، نحط قبلها كلمة، لا اما مور لو معناها اكتر، او less لو عايزين نخلي معناها اقل. تعالوا نشوف كده ازاي. The second lesson was more interesting، الكلمة هي كبيرة المقطع interesting، زودنا قبلها more interesting يبقى أكثر تشويقا ومتعة than the first one، أكثر من إيه؟ الدرس الأول. طيب هنا عملنا إيه؟ وعايزين نقول إن هي فعلا أكثر تشويقا فنقول more interesting، وجبنا بعدها برضو than. طيب you speak more loudly than a loud speaker، بتتكلم أعلى من إيه؟ من صوت المكبر كمان. طيب تعالوا كمان نشوف، لو انا عايزة اسأل عنها بسؤال هسأل بايه؟ بقول which is. which is، تعالوا كمان نشوف، بنقول which is بعدها الصفة فيها er، او نقول لو هي طولة المقطع نجيب more او less وبعدين الصفة. تعالوا نشوف كده ازاي، بنقول which is longer the river Nile or the river Thames، يبقى انهي الاطول، النهر الاطول، هل هو نهر النيل ولا نهر التيمز؟ في السؤال الثاني بيقول which is more useful، أنهي أكثر فائدة؟ the mobile التلفون الموبايل المحمول or the computer ولا الكمبيوتر؟ خدنا صفة المقارنة، تعالوا بقى نشوف السوبرلاتيف صفة التفضيل. يعني إيه التفضيل؟ يعني قدامي أكتر من اتنين، زادوا عن الاتنين بقت دي تفضيل، بفضله عن أو بفضلها أو بفضل الشيء عن اللي قدامي ده كله. شكل الصفة التفضيل ايه؟ the وبعدين الصفة وبعدين بحط في اخر الصفة est. تعال نشوف المثال. ايفرست، قمة جبل ايفرست is the highest mountain، هي اعلى او اكبر قمة جبلية in the world في العالم. he arrived، هو وصل the earliest so he had to wait for the others، هو اول واحد وصل عشان كده كان عليه ان هو ينتظر الاخرين. طيب انا برضو في صفات طويلة المقطع عايزة اعمل صفات مقارنة، هحط من ايه؟ هنحط the most لو هي اكتر او the least لو هي اقل. زي ايه؟ في المثال عندي كلمة expensive طويلة المقطع، ما ينفعش ازود فيها قبلها ذا واحط في اخرها est، هتبقى كبيرة قوي. نعمل ايه؟ نضيف قبلها كلمات زي the least او the most، فنقول this is the least expensive jacket in the store، ده اكتر جاكيت ايه؟ اقل جاكيت في سعره في تمنه، اكتر ايه في المحل، يبقى اقل تمن للجاكيت في المحل، تكلفته قليله.
طيب نشوف المثال الثاني. of all the girls من كل البنات your sister sang الماضي من سان جيواني the most sweetly كانت بتغني ايه احسن ايه بتك بشكل جميل جدا. طيب كل حاجة كل قاعدة لها شواذ. القاعدة هنا اللي عندنا بنضيف ER وبنضيف EST في المقارنة والتفضيل بتتغير. طيب نتغير ازاي؟ قال لي في حاجات ما بتقدرش نمشي بيها على القاعدة دي. طيب القاعدة دي لما ما بتمشيش عليها لازم تتحفظ. زي ايه؟ زي كلمة good و will. good و will بمعنى جيد لما اجي اعمل مقارنة بيتحولوا لكلمة better than وفي التفضيل بتبقى the best. طيب عندي الصفة بتبقى bad او badly ظرف. طيب بتبقى worse than أسوأ من لما يكون في بقارن بين اتنين. طب لو هي بعمل تفضيل يبقى the worst الأسوأ بقى خالص. طيب هنا far بتبقى farther than في المقارنة في التفضيل بتبقى the farthest. طيب little دي مهمة بتبقى في المقارنة less than في التفضيل the least. عندي much و many بتبقى more than وفي التفضيل بتبقى the most. نفرد ظهرنا خدنا الجزئية الجرامر الأولى اللي احنا أخدناها قبل كده كتير. هناخد بقى جزئية جديدة ومهمة. ناخد شهيق نخرج الشهيق نعمله زفير. نفرد ظهرنا نصحصح كده. هنتكلم عن حاجة سهلة قوي بس محتاجة تركيز مننا. هي ايه؟ بص ايزر نايزر نان اولوف. مين دول؟ هنعرف مع بعض. بص and معناها ايه؟ بشير او بعمل اشارة لشخصين او شيئين. يعني بقول الاتنين دول بستخدمها امتى؟ عشان اقول ان هذا الشيء وشيء اخر. طيب شكلها ايه؟ بقول بص نسمة and I نسمة وانا like shopping at the market بنحب التسوق من المحل. طيب هنا مشت ازاي؟ قال لي جبنا بص بعدها فعل الاول اللي هي كانت نسمة وبعدين الفعل التاني اللي هي كانت اي وبعدين الفعل جاء جمع. جميل مفيش حاجة غريبة. طيب عندي كمان ممكن نيجي بص اوف بيجي مع حرف الجر اوف بيبقى بعدها لاما اسم جمع لاما ضمير مفعول جمع والفعل جاي جمع دايما. طيب بص اوف ذا سيسترز كل من الاختين are good at maths شاطرين في الرياضيات both of them are clever والاثنين شاطرين. احنا قلنا بيجي اسم جمع او ضمير مفعول جمع. هذا اسم جمع اهو اخره sisters اخرها اس وهنا ده ضمير مفعول ايه؟ جمع. طيب كمان عندي بص ممكن تيجي في نص الجمله قبلها بيجي فاعل جمع وبعدها فاعل جمع. طيب زي ايه؟ my parents ده فاعل جمع اهو الوالدين الاثنين الاب والام. Both work in the same building بيعملوا في نفس المبنى. Both of them work hard والاتنين بيعملوا بجد. طيب احنا كده خلصنا بص. تعالوا نبدأ. يبقى احنا عرفنا ان بص هنا بيجي بعدها فاعل جمع دايما بيجي بعدها فاعل جمع. تعالوا بقى نشوف either or. either or or بتيجي بمعنى ان هذا الشيء او شيء اخر يعني واحد بس من الاتنين either or. طيب هنا بيجي ايه؟ either بيجي بعدها الفاعل الاول او فاعل تاني والفاعل بيتبع الفاعل التاني. تعال نشوف احنا بنقول either or يبقى الفاعل الاول or وبعدين الفاعل التاني. تعال نشوف المثال عشان نفهم اكتر. بيقول لي هنا either علي's sisters اخوات علي سواء اخوات علي or علي او علي is ready now هما سواء دول او علي جاهزين دلوقتي. بتساوي ايه؟ بتساوي ان علي or ابدا بقى بعلي. هنا كنت بدات باخوات علي هنا بدات بعلي اهي. علي or his sisters او اخواته are ready جاهزين now الان. طيب وهنا عملنا ايه؟ هنا استخدمنا الفعل تبع الفعل ايه؟ تبع الايه؟ الفاعل التاني. هنا كان علي جابت از. طب هنا لما جبنا his sisters جمع اهي اخد ار. خدتوا بالكم كانت هنا الفعل از تبع الفعل التاني بيتبع الفعل التاني. الفعل التاني هنا كان علي
الفعل تبعه. هنا علي ده مفرد جائز. طب هنا لما نفس الجملة بس بدلنا مكان الفاعل الأول والفعل التاني، فهنا الفاعل التاني بقى إيه؟ جمع فأخد آر. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة الأيزر، إن بيجي بعدها اسم مفرد وفعل مفرد. تعالوا نشوف كده. أيزر داي إز فاين فور مي، يبقى سواء اليومين دول اللي هو Thursday أور Friday الاتنين بالنسبة لي إيه؟ كويسين. طيب عندي كمان جينا بعدها ايه؟ از. طيب عندي كمان ايزر اوف، جاب معاها هنا حرف الجر اوف، بيجي بعدها لا اما ضمير مفعول جمع او اسم جمع، بيجي بعدهم فاعل مفرد. يبقى انا عندي هنا ان ايزر بيجي سواء فعل مفرد او جمع على حسب الفاعل التاني. طيب بس أنا عندي هنا إن أيزر أوف جمعها إيه؟ رغم إن اسم جمع أو ضمير مفعول جمع، جمعها فعل مفرد. تعالوا نشوف المثال. أيزر أوف ذيس شيرتس، شيرتس هي جمع، جمعها إيه؟ إز جود، بتساوي أيزر أوف ذيم إز جود، كلا الاتنين بيكونوا إيه؟ كويسين. يبقى هنا أيزر جمعها الفعل نفسه مفرد. طيب نتكلم بقى عن نايزر نور. نايزر نور بقول ان لدى ولدى. طيب يعني بمعنى النفي، بتيجي بمعنى النفي. بيقول لي هنا بتنفي الاثنين معا ولا ياتي معها نفي، يعني هي مفيش معاها نط ولكن هي نفس الكلمه فيها النفي. تعالى كده نشوف بتقول ايه. بتقول نايزر بعدها فعل الاول نور، بيجي معها كلمة نور، وبعدين فعل التاني، والفعل بيتبع الفاعل التاني فقط. بنقول نايزر نوال نور نادر لايكس، الفعل هنا جاي ايه؟ مفرد اهو. واشينج ذا ديشز، ما غسلوش الاطباق. طب نايزر علي نور هيز بيرنتس، لا علي ولا والديه ار طول، ما هماش طوال. طيب كمان بيجي ان نايزر بيجي بعدها اسم مفرد وفعل مفرد، زي ايه؟ نايزر بيرنت knows about the accent، البيرنت الوالد احد الوالدين يعني، knows اتصرف معاها ايه؟ الفاعل في المفرد، تحط له اس المفرد. طيب عندي هنا كمان نايزر اوف، بيجي مع بقى حرف الجر اوف، بيجي بعدها اسم جمع او ضمير مفعول جمع والفاعل مفرد. نايزر اوف زوس نيكلسز از تشيب، مفيش اي حاجه من العقد يعني، بس الجمع بقى بتاعه بيكون ايه؟ رخيص. طيب رغم ان هما جمع، جاء معاهم الفعل مفرد. التاني بيقول the present الهدية is for neither of us، مش لحد فينا. طيب بيقول لي هنا ناخد بالنا ان neither هنا بتساوي either، ولكن ايه؟ لو هي منفية. طيب تعالوا كمان نشوف اخر حاجة معانا في الحاجات دي اللي هي none و all of. تعالوا نشوف none هنا معناها لا أحد من الكل، لا أحد من الكل، بيجي بعدها none of، هي بتيجي معاها of كحرف جر، بيجي بعدها كمية لا تعد، وبيجي بعدها الفاعل مفرد. none of the snow، مفيش حاجة من التلج، has melted، ساحت أو ذابت. طيب كمان none of بيجي بعدها اسم جمع أو ضمير مفعول جمع، وبرغم كده بيجي معاها إيه؟ الفاعل برضو مفرد. none of us want us، جا هنا إيه؟ فعل مفرد أهو، مفيش حد مننا عايز to buy these phones، يشتري هذه التليفونات. تعالوا بقى نشوف all اللي هنا بمعنى ايه؟ بتستخدم للكل. all of بيجي بعدها اسم جمع والفعل جمع. all plants كل النباتات need water تحتاج للماء. all of the plants in the garden were burned، وكل الحيوانات في كل النباتات في الحديقة حرقت. طيب يبقى هنا جاء اسم جمع ومعاها فعل جمع، هنا اسم جمع ومعاها ايه؟ فاعل جمع. طيب عندي كمان all of the food was eaten، كل الطعام اكل، هنا ايه؟ كمية اسم او كمية الفود، كمية ما بقدرش اعدها، جمعها ايه؟ الفاعل مفرد، لان انا عندي هنا all of يجي بعدها اسم او اسم كمية لا يعد، بيجي معاها الفعل بيكون مفرد. طب الخلاصة بتاعت كل ده ان انا عندي دايما بص and بيتبعها فعل جمع، عندي either or بيجي بعدها حسب الفاعل التاني،
نايزر نور بيجي بعد حسب الفعل التاني، ونون بيبقى دايما فعل مفرد دايما، وأول أوف بيبقى اسم جمع أو اسم لا يعد. آخر حاجة معانا في الفيديو النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن إزاي سكيلز مهارات بتاعة buying something in a shop، شراء شيء من المحل. طبعا اللي واقف في المحل بيقول ايه ليك لو او ليكي لما انت تكونوا رايحين تشتروا، يقول can I help you، ممكن اساعدكم او ممكن اساعدك، how can I help you، ازاي اقدر اساعدك، لدي. طيب عندي كمان بنقول مثلا I am looking for a new TV، انا ببحث عن تلفزيون جديد، او I would like to buy a new TV. الاثنين الاجابتين صح والاثنين بمعنى واحد، يبقى I am looking for او I would like to buy، او اقول الحاجة اللي انا عايز اشتريها. طيب الرد بيكون اوكي نو بروبلم، مفيش مشاكل، both of these TVs have a big discount، التلفزيونين دول عليهم خصم كبير. طيب are they smart TVs، هل هم تلفزيونات ذكية؟ قالوا no sorry neither of these، مفيش واحد فيهم is a smart TV، بيكون منهم ذكي. طيب that one is a bit small، ده صغير. How much is the bigger one، الكبير منه تمنه قد ايه، قال له على التمن، وبعدين قال له ده ايه غالي شوية، for me is that your best price، هو ده السعر بتاعك افضل سعر عن ليك يعني عندك يعني، قال له yes sorry but I am offering a deal today، انا بعمل ايه، بعمل صفقة، بعرض عليك صفقة اليوم. وقام حب بقى يقول له you can get either a speaker or a free، انت ممكن تاخد ايه مكبر صوت او صفقة افلام مجانية، وذات وان بيعرض عليه حاجة يعني ياخدها معاه هدية، قال له اوه ويل ذاتس ايه جريت، تمام، واختار الهدية بتاعته. بنهاية الفيديو ده نكون خلصنا مع بعض الدرسين الاول والتاني بالكلمات والجرامر وكمان جزئية السكيلز. دمتم في امان الله.